وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الدكتور نائب الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدولي عبد الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن ميان ولي عهد أبو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوان أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات بمناسبة الاحتفال الدولي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني أخواني. أتوجه بالتهنئة لنا جميعا على الثقة القادمة التي أولتها قيادتنا الرشيدة ووضعها في شارع العزيز تسجيله تحت قبة المجلس الوطني للاتحاد. اليوم نستكمل معكم وبكم مسيرة المجلس الوطني للاتحادي الذي تجتمع فيه بعض مبادرة أهل الإمارات ومن أكثر شعب الإمارات وحكامه ليستمر عهد الإمارات دولة يعني الشعب والحكومة يتبنى لتحقيق مصير واحد. ولا يسعني وأنا إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المنقع على التفقه الغالي بانتخاب التسجيل برئاسة المجلس الوطني للاتحاد. كما يشاركني سنبدأ بانتخاب النائب الأول للرئيس، سيكون أيضا انتخاب سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين. فنرجو ممن يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب أن يتفضل بـ ماجستير إدارة أعمال المؤهلات الإدارية المدير التنفيذي وأن يكتب اسم واحد فقط ثم يضع ورقة الانتخاب في صندوق الانتخاب وأقرر أن يشكل لجنة لفرز الأصوات. Thank you.